وهيا هيا يا احرار وهيا هيا يا احرار تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات على قناة الحوار بريس. أسعد الله مساءكم بكل خير. الآن ننقل لكم هذا البث المباشر من قلب مدينة فاس العاصمة العلمية. هناك احتجاجات حاشدة من طرف ساكنة مدينة فاس لنصرة القضية الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني. والان نخليكم على هذا البث المباشر، واتمنى من جميع المتتبعين والمتتبعات على قناه الحوار بريس يبارتاجوا الفيديو ويشتركوا في القناه من اجل ان يصلهم دائما الجديد. نريد اسقاط التطبيع الشعب، نريد اسقاط الشعب كما ترون الاخوان المتتبعين والمتتبعين على قناه الحوار بريس. هذا هو البث المباشر، واتمنى من جميع المتتبعين يبارتاجوا الفيديو ويشتركوا في القناة. كما ترون هناك احتجاجات حاشدة من طرف ساكنة مدينة فاس يناشدون وكذلك ويطالبون بإسقاط التطبيع. أن الشعب المغربي وكل الأحرار يريدون طرد المسؤول الصهيوني ويريدون إغلاق المكتب. الشعب يريد إغلاق المكتب. قوة الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية تحية عز وفخر إلى المقاومة الباسلة التي تخجلنا بجهادها وبرباطها في الميدان، وتخجلنا بنضالها وشجاعتها وتصديها للكيان الصهيوني وللجيش الصهيوني في غزة وفي الشجاعية وفي خان يونس وفي رفح وفي كل بقاع غزة. نحيي المقاومة الباسلة على معركتها البطولية طوفان الأقصى، ونسأل الله عز وجل نصرا مؤزرا بإذن الله تعالى للمقاومة ولشعب فلسطين حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين. ثانيا نحيي تحية إكبار، تحية إجلال لشعب غزة، هذا الشعب الصامد الذي يتصدى للكيان الصهيوني ويدافع بدمائه الطاهرة وبآلاف الشهداء الذين وصلوا الآن إلى أزيد من 21 ألف شهيد، دفاعا عن شرف الأمة وعن مقدساتها وعن كل المقدسات في فلسطين وكل الأراضي المحررة في غزة. نحيي هذا الشعب الذي يقدم الأشلاء ويقدم الشهداء يوميا، يقدم الشهداء من أجل الدفاع عن شرف الأمة وعن مقدساتها. ثالثا رسالة إلى كل الأنظمة، إلى كل الأنظمة العربية والإسلامية، متى تتحركون دفاعا عن شرف أمتكم ودفاعا عن شرف شعوبكم ودفاعا عن شرف مقدساتكم؟ متى تتحركون أيتها الأنظمة؟ ماذا ستنفع هذه الجيوش وماذا ستنفع هذه القدرات العسكرية والأمنية إلى غير ذلك؟ الآن وقت الدفاع عن غزة وعن فلسطين وعن الأقصى. بكل أسف نشاهد اليوم 57 دولة إسلامية وعربية، في حين لا نستطيع إدخال لقمة وشربة ماء إلى غزة، في حين لا نستطيع الدخول إلى غزة من أجل نصرة إخواننا والدفاع عنهم والوقوف سندا معهم. الرسالة الرابعة رسالة إلى كل الأحرار، الوقت الآن وقت الميدان، وقت النزول للساحات والميادين من أجل اعتصام حتى وقف التطبيع وحتى تحرير فلسطين بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. هل هناك دول عربية يخرجون من الاتحاد ضد دول إسرائيل والحوثيين؟ وشنو هي الكلمة الأخيرة للدول العربية والإسلامية بصفة عامة؟ كلمة أخيرة لكل الدول العربية والإسلامية، الوقت الآن هو وقت الاتحاد ضد كيان غاصب يدمر غزة ويدمر فلسطين، ولا بد أن نعلم بأن الدور يأتي بعد ذلك، بعد غزة وبعد المقاومة يأتي الدور على كل هذه الشعوب العربية والإسلامية. لذلك لا بد لنا أن نقف صدا منيعا كلنا مع غزة وكلنا مع فلسطين حتى تحرير فلسطين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك على هذه الكلمة.
كما رأيتم الإخوان المتتبعين والمتتبعات على قناة الحوار بريس، الآن كتشوفوا هذه الاحتجاجات اللي هي الآن كتواجد من قلب مدينة فاس بساحة فلورنس، كيحتجون من أجل نصرة القضية الفلسطينية وكذلك تنديد بالعدوان الصهيوني ضد قطاع غزة والفلسطين ككل.